اهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان. الحقيقه ان احنا النهارده يسعدنا، يعني عندنا لقاء خاص مع ساحر الصوره الاستاذ سعيد شيمي، وهو طبعا فاز بجائزه الدوله التقديريه في مجال الفنون. ولما نقول استاذ سعيد شيمي على طول يجي في دماغنا افلام كلنا ما نقدرش ننساها: الطريق الى ايلات، سواء الاتوبيس، شيطان يعظ، سلام يا صاحبي، اعدام ميت، ويمكن كنا لسه بنعرض لحضراتكم مشاهد ولقطات. كل مشهد فيهم وكل كادر وكل زاوية تصوير محفوظة في ذكريات الناس، ذاكرة البصرية اللي بتقدر تعيش مهما عدى عليها زمن. فنان سعيد شيمي قدر انه ينقل صورة تعبر عن كتير من الأحاسيس والتفاصيل والمعاني اللي بتضيف بشكل كبير لأي فيلم هو اشتغل فيه. ويمكن مش بس تصوير، هو يعني أهدانا 35 كتاب يقدر بيهم يعني يخلد مسألة التصوير والكاميرا والتطوير اللي عمله، وذكريات حقبة كاملة من تاريخ السينما والمجتمع السينمائي المصري. ويمكن هو أول واحد خرج بالكاميرا بره الاستوديو للشارع، وحقق للسينما المصرية الطفرة النوعية اللي كانت في الوقت ده غير مسبوق. هو كمان أول عربي قدر أنه يطور الكاميرا بتاعته وينزل بيها تحت أعماق البحار، ونشوف بقى تصوير الرائع تحت المية والمشاهد التمثيلية لأفلامه الروائية العظيمة اللي احنا شفناها تحت المية. خلينا نرحب بضيفنا الكريم النهاردة، مدير التصوير العظيم سعيد شيمي. أهلا بحضرتك، منورنا في التاسعة. الله يخليكي، أنا مبسوط منك لأنك مذاكرة كويس. احنا بنتعلم من حضراتكم. الواحد بيبقى كله فخر لما يكون عنده لقاء مع كادر مصري كبير زي حضرتك. ألف ألف مبروك جائزة الدولة التقديرية على هذه المسيرة الفنية الكبيرة. شكرا جزيلا، الله يخليك. يمكن لحظات التكريم بتبقى لحظات تكلل المشوار الطويل، ويعني تفكر حضرتك بكل خطوة في المسيرة الفنية الكبيرة دي. أيوة. عايز أعرف حضرتك، يمكن هو سؤال تقليدي، لكن دايما وانت بتستلم الجائزة بيبقى في دماغك مشهد معين، حاجة معينة، ايه اللي كان في دماغ حضرتك مع استلام جائزة الدولة التقديرية؟ هنستلمها لسه على فكرة. أيوة. يعني هو أنا الجائزة دي بالذات يعني دي جائزة من بلدي، وجائزة أكبر حاجة يعني في أكبر منها، لكن جائزة بتاعت الدولة المصرية، لا شك إنها لها واقع خاص جدا جوه قلبي. أنا أخدت جوائز كتير في حياتي يعني، لكن الجائزة دي حسيت إن بلدي مقدراني، بلدي بتقول لي متشكر على الجهد اللي أنت عملته. أنا عملت جهد في حدود حوالي 52 سنة أنا بشتغل وبنتج وبكسر حاجات كلاسيكية كانت مستمرة، ونصنع كلاسيكيات جديدة. بالظبط بالظبط. وبنعمل، وأنا يعني هي مش بس كسر كلاسيكيات، هو خروج الكاميرا إلى الواقع عملت نوع من الأفلام مع الزملاء اللي هو من جيلي، يعني تهم الناس. مش أفلام بس في البلاتو، طبعا في البلاتو مهم جدا، في بعض الأفلام جوه البلاتو وده شيء أساسي، لكن في الثمانينات لما عملت فيلم مع محمد خان ضرب الشمس اتعرض سنة 80، ده أدى فرصة لجيلي إنه يطلع بره ويعمل أفلام مع عاطف الطيب، مع داوود وخيري وغيره من الناس، علي عبد الخالق، نادر زي مثلا سلام يا صاحبي والحاجات دي كلها. ده ما كانش الأول سهل يعني. ما كانش سهل وما كانش حد بيعمله في الوقت ده. إيه كان الدافع؟ ما كانش موجود يعني، ما كانش هو في، لا الاهتمام بمواضيع معينة. اتعمل فيلم سنة 54 بتاع الأستاذ كمال الشيخ حياة أو موت، بس ما كانش يعني، كان في مشاهد معينة في الشارع كده بس، ده الفيلم الوحيد اللي اتعمل في الشارع المصري ويؤرخ لهذه المرحلة التاريخية. أما أنا بقى أفلامي كلها بره. احنا كنا لسه بنتكلم عن الطريق إلى إيلات، وده واحد من الأفلام الباقية في ذاكرة السينما المصرية، وعلى مر الأجيال لازم تقعد وتشوف الطريق إلى إيلات. عايز أسأل حضرتك، هل فكرة كانت الخروج من الاستوديو هي كان فيها مثلا موضوع معين بيشدك عايز تخرج بره؟
لا انا هقول لك، هو طبعا انا جيل اللي حضر نكسة 67، ودي كانت مؤلمة جدا بالنسبة لنا، لان احنا كنا متقدمين قوي قوي، وفجأة يعني وقفنا. ف انا قريت في الجرايد اياميها سنة 69 و70، هما مش زي الفيلم، هما 5 عمليات. احنا عملناهم طبعا عملية واحدة دراميا يعني. فحلمت هل استطيع يوم اعمل لهم فيلم، لان انا كنت مهتم قوي وانا صبي بافلام ايستر ويليامز اللي تحت الميه دي في الخمسينات طبعا. فلما بقيت مصور محترف وكده، رحت عملت فيلم مع علي عبد الخالق اسمه اعدام ميت في سيناء. حضرتك عملت سلسله مع المخرج علي عبد الخالق، اكتر مخرج اشتغلت مع علي عملت معاه 19 فيلم، هو عمل 40 فيلم اهمهم نص طبعا تاريخه تقريبا العار اهمهم يعني. لما رحت سينا كان ده سنه 84، لقيت نوادي الغوص كان ماسكنها المان. كان السن انا اياميها 40، قلت لهم انا ممكن في السن ده اتعلم غوص؟ فقالوا لي ممكن. اتعلمت، اول ما نزلت تحت الميه قلت ايه ده، عندنا كل ده، كل الجمال ديت مفيش حد بيصوره. فابتديت بقى اتعلم غوص وافكر في الكاميرا وكده. لما عملت افلام مغامرات زي جزيره الشيطان ده كان كلها تدريب ليا تحت الميه، عشان انا غواص جديد يعني. لما بقيت حاسس ان انا فت يعني خلاص متمكن من الغوص بالكاميرا، ابتديت افكر في ايلات. فرحت المخابرات الحربية وطلبت منهم، وافقوا، والفيلم طال طلع فلاك. يعني مجموعة كبيرة من الأفلام، لكن عايزين نرجع بالذكريات شوية. هي فكرة التصوير جت إزاي، ومين كان يعني قصدك تحت المية ولا عموما؟ عموما ابتديت المشوار إزاي؟ لا ما دي حكاية بقى. أنا صديق عمري ميمي اللي هو المخرج محمد خان، ده صديق عمري، لان من اطفال ما احنا اطفال حابين السينما مع بعض، وده سبب والدي ووالده اصحاب وبيروح بيحبوا السينما وبياخدونا معاهم. فكنا نروح في البيت نمثل اللي طبعا افلام حرب، نمثل الحرب يعني ضرب وحاجات كده بتاع. بالتدريج ابتدت نهتم بالموضوع، نهتم بكذا بتاع. محمد سافر سنه 59 لوالده، ما بقاش عنده شغل في مصر، ولما راح عشان يدرس في لندن هندسه قال لي انا حدرس اخراج، انا عاوز ابقى مخرج. وانا قلت له انا حدرس تصوير، اللي اتفتح معهد سينما في مصر. وفعلا الاتجاهين يعني هو اخراج وانا تصوير مشوا مع بعض. يمكن العلاقة القديمة دي بينكم هي اللي كانت بتعبر عن الرؤية، العلاقة اللي ما بين المخرج والمصور من زمان، والصداقة بالزبط. دي كانت بتعبر عن رؤية ومعاني معينة بتقدموها في أفلام. بالظبط، ده كمان قربتنا قوي لبعض، لأن هو كان أنت عارفة لندن سوق مفتوح للأفلام. كان يبعت لي جوابات الأفلام اللي مش ممكن تيجي مصر ويحكي لي عليها. وأنا شايل الأفلام دي يعني الجوابات دي شايلها عشان زي الكتب. هذه العلاقة اللي استمرت كل هذه السنين دي، لا شك ان هو يعني اتعطل شوية انه يبقى مخرج. انا ابتديت بعد ما اتخرجت من معهد السينما اشتغل، ولحد ما هو قرر انه يرجع مصر مهما يكن يعني. وعملنا اول فيلم بقى اللي هو ضربة شمس. عملتوا 6 افلام مع بعض، وده بالنسبة للعلاقة القوية دي قليل مش كتير. ما دي لها حكايه برضو. يعني حكايه بسيطه، لكن هي احنا قررنا ما نشتغلش مع بعض، لان طلعت اشاعه علينا احنا الاثنين. انا في صديق لنا المخرج طبعا معروف رأفت الميهي، انا كنت هصور له اول فيلم كان اسمه عيون لا تنام، ومضيت العقد وخلاص. محمد ما كانش عنده افلام. ف يا دوبك مضيت العقد تاني يوم لقيت محمد جاي لي البيت بقول لي داخلين فيلم مضى مع محمود ياسين اسمه الصقر. قلت له انا مضيت خلاص، وده رأفت صديقنا وكده،
قال لي الصقر ده كله في الشارع، مين هصوره غيرك؟ انت بتقول لي ما صورش فيلم. انا بالنسبه لي محمد زي اخويا يعني. اعتذرت الرأفت. فطلعت اشاعه لما اعتذرت الرأفت وعملت الصقر، طلعت اشاعه بقى ان سعيد شيما هيسيب اي مخرج علشان خاطر محمد خان، ودي مضره ليا ومضره له. فبعد الحريف قلت له احسن حاجه كل واحد لو انت واقف على رجليك وانا واقف على رجليا. وطبعا الناس كانوا بيستعجبوا جدا، اصحاب قوي بيشتغلوش مع بعض. وحضرتك بتقولي الحريف، انا من القراءات برضو انه كان بيتقال عليك حريف التصوير طول الوقت في الشارع، الناس كانت بتقول لك كده. الحريف انا عملت لعادل امام افلام كتير كلها كوميدي، الحريف مش كوميدي. فانا خفت انه هو متعود يعني الكوميديا بتاخد نوع من الاضاءه مختلف تماما عن الدراما. فقلت له استاذ عادل الفيلم ده يختلف عن اي فيلم، لان بيضرب مراته وبيغش في اللعب حاجات كده. فقال لي انا ماليش دعوه خالص، ده شغلك. عادل ذكي، ذكي جدا يعني، عشان كده هو وصل نجم كبير يعني. نوجه له طبعا التحيه الزعيم عادل امام، وكنا بنحتفل بعيد ميلاده من ايام قليله. هروح مع حضرتك لفاصل ونرجع مستمرين في حكاياتنا الجميله اللي انا شخصيا مستمتعه بيها جدا مع مدير التصوير الفنان سعيد شيمي. فاصل ونرجع نكمل مع حضرتك. اهلا بحضراتكم من جديد، مستمرين في حديثنا مع الفنان الجميل مدير التصوير سعيد شيمي. اهلا بحضرتك، منورنا. بيك يا فندم. ويمكن زي ما كان في نقله في التصوير والخروج بالكاميرا للشارع والنزول بيها في اعماق البحار، كان في كمان نقله مهمه في الموضوعات زي ما حصل مع المخرج الكبير عاطف الطيب في الحب فوق هضبه الهرم، وده كان نقله كبيره في المواضيع. هي مع الكل يعني، كل الجيل ده ابتدى يشتغل مع سعيد شيمي في الافلام الصعبه قوي. ووصل ان كمان الاول كنا بنخطف الشطات في الشارع، يعني بنعملها سرقه، بنتفق على ساعه معينه. اصل مش سهل التصوير في الشارع خالص بنجوم كمان كبار. صعب جدا، صعب جدا. بس انا عايز اقول لك حاجه، انا ابتديت في التسجيلي اقدر اصور كويس في الشارع، بس معيش ممثلين. لكن مع ممثلين ده صعب جدا. ابتدينا نسرق الشطات ونعمل نظام معين، ان نتفق على ساعة معينة الممثلين هيطلعوا ما لهمش دعوة بيا، واكون انا موظف نفسي في نفس الساعة، اكون مجهز كل حاجة والزاوية، هم عارفين هيعملوا ايه، هيمشوا في الشارع فين، وابتدي اصور لقطة خطف. عقبال ما يعرفوا ان انا بصور كنت خلصت. الحكاية تطورت بقى، ما بقتش كده. مع محمد خان وعاطف الطيب في الحريف والحب في هضبة الهرم ابتدوا يعملوا ميزانسين. ميزانسين يعني ايه؟ يعني المشهد يتقطع الى شطات في الشارع. فطبعا ده بقى يعني انا مش عاوز اقول لفظ غريب، ده الجنان بذاته يعني. لانك انت عليكي تعملي كنترول على الناس اللي موجودين في الشارع اللي هم طبيعيين، وفجاه يلاقوا ممثلين حواليهم واحنا بنصور، وفي مثلا المساعدين يمنعوا اي حد يقرب علينا وحاجات كده يعني. لكن الحمد لله نجحنا يعني، في الاخر نجحنا، عملنا ده نجاح كبير ومع فنانين كبار. وحضرتك كنت بتتكلم قبل الفاصل عن الفنان الكبير عادل امام ربنا يديله الصحه، وكمان مع الفنان الجميل الله يرحمه احمد زكي، ويمكن ده عملاق. كلهم على فكره كلهم نور الشريف، محمود عبد العزيز، محمود عبد العزيز، نور اشتغل معايا في الشارع، نور صورته في شارع محمد علي في فيلم انا كاتبت الاعدام. لا كان صعب حقيقي، صعب. وبعدين المشكله كمان يعني انا ربنا يعني في موهبه كده، انا بتبقى عيني في الكاميرا كل حياتي، او كل اللي انا شايفه في الكاميرا عيني دي مقفوله. كان ربنا ادالي اقدر افتح عيني دي بسرعه، اشوف ايه اللي حواليا، مين هيخش يبوظ الكادر، اقدر الف قبليه وحاجات كده يعني. بس طبعا بقفلها بسرعه تاني يعني. طبعا دلوقتي ما فيش ده خالص، ان كل التصوير الشاشه قدامهم. يعني كل الديجيتال حاليا اختلف. يعني محظوظين الجيل ده، شايف؟ هو محظوظين جدا. انا بحس ان احنا دايما الجيل الجديد ده ازمتنا الكبيره ان احنا بنتقارن بجيل من العظماء هم مش هيكرروا.
رغم كل الامكانيات المقدمه لينا. امكانيات حلوه قوي. لا، في مصورين ممتازين مش شباب فعلا، انا يعني شغلهم بيعجبني جدا. لكن المهم الموضوع، التصوير ده والاخراج وكل الحاجات دي الحرفه، حاجه تقنيه. لكن الموضوع مهم قوي. طبعا الحساسيه دلوقتي في الديجيتال غير ايامنا، احنا اغلبيه افلامنا كان الحساسيه بتاعتنا محدوده جدا. الخام كمان، احنا بنخام الزمن، البوبينه اللي في كاميرا السينما 4 دقائق، دلوقتي عندهم المفتوحه. لا، في حاجات كتير طبعا، بس هو النقطه المواضيع دي مهمه قوي يعني. وكل ما موضوع كان مرتبط بالناس الحقيقيه كل ما يبقى ليه قيمه، مش الف موضوع معين عشان فكر معين او هكذا، لا. وده اللي ميز افلام عاطف الطيب ومحمد خان وداود عبد السيد وخيري وعلي عبد الخالق وحاجه. العار مثلا، علي انا يعني عمل لي مشهد في الفيلم ديت في البوبين ال4 دقائق، الاخوات الثلاثه وهم بيتكلموا على ابوهم، وان شوت في 4 دقائق في مكان حقيقي، و بيتسرعوا بالكلام والحركه. فده طبعا احنا بنعمل زمن الريتم بتاع الفيلم وزمن المشهد. دلوقتي بشوف العكس بقى، عشان عنده خام ومفتوح بيحصل دروب في الافلام. يعني الريتم بتاع الفيلم بيبقى مش مشدود. وده طبعا في المسلسلات بتزيد بقى الحكايه دي قوي. اقرب عمل حضرتك اتفرجت عليه سينما او مسلسلات وعجبك؟ لا، السينما، انا بتفرج على السينما اكتر يعني. مصر ولا اجنبي؟ زي ما حضرتك شايف. لا، اجنبي، انا بتفرج على اجنبي. دلوقتي في الاعمال المصريه حضرتك كنت بتتكلم في مصورين شاطرين. يعني انا بقى شفت اخر حاجه مصري بقى فيلم نادين خان. ابو صدام. ابو صدام نادين من الشباب الواعد يعني، وكان فيلم حلو او صعب، كان ما كانش فيلم سهل. طبعا برضو بيعجبني الشغل، بس بس كلهم قرايبه، ودي حاجه تبقى رزله. كامله ابو ذكري، لان كامله تبقى ام حفيدتي. وفي تعجبني شغل هاله خليل، يعجبني هاني خليفه. يعني في شباب اسماء طبعا متميزه، يعجبني شغلهم. اما المصورين اغلبيه الجداد ممتازين بصراحه. يعني فعلا التكنولوجيا كمان خلتهم يبينوا فنهم اكتر يعني. طب عايز اروح مع حضرتك للمصورين اللي لسه بيبتدوا المهنه دي. النهارده توصيات حضرتك ليه ايه؟ يعني ايه اللي المفروض يكون في دماغه وهو بينتهي نهدي؟ لا، نمره واحد، يحب التصوير. يحبه يعني، ما ياخدوش انه عاوز يكسب منه، عاوز، لا، حب المهنه بتاعتك. لما تحب المهنه بتاعتك هتدور على حاجات كتير جدا هتفيدك. اكتر حاجه هتفيدك ان خلاص انت حبيت المهنه وعارف اسرارها وعارف كل حاجه، ابتدي بقى تثقف نفسك الفن التشكيلي والموسيقى والقراية، 3 حاجات أساسية لأي مصور تحرك خياله. بتقول لهم كده في الجامعة؟ أيوه. حضرتك درست في عدد طبعا من الجامعات، وده من حظهم. بقول لهم كده، أيوه فعلا. الموسيقى بتحرك الخيال كويس قوي. الفن التشكيلي عبارة عن بحر مفتوح من المعرفة والخيال لآلاف الفنانين. بعض الطلبه بيقولوا لي ما بنفهمش، قلت له اوكي ما تفهمش، بس بص شوف استعمل الالوان ازاي، المساحات ازاي، لان ده في حدود لوحه. فازاي انت بالظبط بتعمل لي لوحه برضه في السينما، فازاي. وبعدين ما هو لازم كمان، لما مش هتتذوق الفن التشكيلي غير ما تعرف تاريخ الفن التشكيلي. ده اول حاجه ابتدى بيها الانسان، ارسم على جدار الكهوف رسم. طب هو رسم ليه الانسان؟ حضرتك كنت برضه درست تاريخ قبل ما تدخل معهد السينما؟ طبعا. لا، انا كمان، سوري، انا هقول لك على معهد السينما. معهد السينما ايامي يعني،
احنا غير التخصص غير التصوير يعني بندرس علم نفس، بندرس ادب، موسيقى كلاسيكيه، بندرس ديكور، بندرس مونتاج. التخصص بقى عندي حاجات كتير قوي يعني، من ضمنهم مثلا مكياج، لان لازم المصور يعرف فنيه المكياج ونسب الجمال اللي في الوش والحاجات دي كلها. فدي كلها طبعا فادتني جدا يعني في حياتي كلها. غير التاريخ بقى اللي انا درسته، على فكره انا ما كملتش تاريخ، انا في سنه ثالثه سبت الجامعه ورحت معهد الثانوي، لان اتقابلت في معهد الثانوي. التاريخ فادني لما جيت الف كتب، لان في التاريخ كنا بنعمل ابحاث، دكتور يجي يقول لنا المحاضره، بعدين يطلب مننا بحث مثلا في 20 او 30 ورقه، نروح بقى نقعد في المكتبه نطلع الكتب ونشوف ده قال ايه وده قال ايه وده كده. فده فادني جدا لما جيت اعمل الكتب، يبقى عندي منهج البحث. منهج البحث ديت انا عرفته من جامعه القاهره، اداب القاهره. أنا كمان خريجة جامعة القاهرة، فأنا أفتخر أيوة زميلة حضرتك. أيوة. يمكن الكتابات الخاصة بالتصوير دي كتابات مهمة جدا لأي حد بيحاول يبتدي، وأنا كنت لسه بكلم حضرتك عن اللي لسه بيبتدي هذا المجال، ويمكن حضرتك كان ليك عدد من المؤلفات الهامة جدا في هذا الصدد. أنا ابتديت تحت المية، أول كتاب ليا التصوير تحت المية، خبرة جديدة حبيت أديها لغيري ما يقعش في كل الاخطاء اللي انا وقعت فيها، لان انا قريت كتير قوي وانا اللي علمت نفسي، انا اللي كنت بدرب نفسي بشوف ايه الغلط. وخلي بالك ان انا تحت المايه ده يعني اي غلطه ممكن حياتي تروح يعني. فده ابتدى. بعد كده الكتاب الثاني كان غريب شويه، انا مراتي صحفيه، فقامت يوم من النوم لقت البيت كله ورق، في كل حته في البيت ورق وصور وحاجات كده، اتخضت قالت لي ايه اللي عامله ده في البيت؟ قلت لها هعمل كتاب. قالت لي انت مالك ومال الكتب، انت مصور ناجح. قلت لها في حاجه غلط بيقولوها ولازم اصلحها، فانا هعمل الكتاب ده. وعملته فعلا، كتاب كبير كده قد كده، على تاريخ التصوير السينمائي في مصر. في العالم كله السينما ابتدت بالتصوير، في العالم كله وبما فيها مصر. تملي في مصر لما اتكلموا على تاريخ السينما يتكلموا على عزيزة أمير، على محمد كريم، على كل ده غلط. ده بعد مرحلة كبيرة من وجود التصوير. فابتديت الكتاب وقسمته لخمس مراحل، والحمد لله هو اللي اتقال لي بعد كده من جميع الكتاب والنقاد المهتمين بالسينما ان انا فتحت طريق كان ضلمة محدش يعرفه. والحمد لله كتاب يعني للاسف ما حدش كمل، اللي بينتهي سنه 96 من 1897 ل 1996، 100 سنه. المفروض يعني يتكمل من حد من الشباب يكمله بقى. انا يعني النهارده كنت سعيده جدا بلقاء حضرتك، ويعني وجود قامات وكوادر مصريه بهذا الشان الكبير من العظمه الحقيقه، الله يخليك. شكرا جزيلا، بيجعلنا كلنا ويملانا فخر الحقيقه. اشكرك جدا، فالنهارده اسعدتنا ونورتنا، وشكرا جزيلا على اللقاء الغالي ده. مدير التصوير والفنان سعيد شيمي، شكرا جزيلا على وجودك معنا النهارده. شكرا يا فندم، الف شكر، والف مبروك جائزه الدوله التقليديه. ميرسي يا فندم، ميرسي، الف شكر. كده مشاهدينا ده خير ختام لحلقتنا النهارده، دايما نشوفكم على الف خير.